بسم الله الرحمن الرحيم. مدرسة التوحيد العربية هي امتداد طبيعي لنشاطات جمعية أهل البيت عليهم السلام في اسكتلندا وأحدى لجانها، ولأننا نؤمن بضرورة المحافظة على الهوية الإسلامية والعربية في بلاد المهجر مع الاندماج بالمجتمع الذي نعيش به لأننا جزءا منه، كان لابد من إنشاء هذه المدرسة. تأسست مدرسة التوحيد العربية سنة 1991 مع انطلاقة جمعية أهل البيت، وكان للجالية العربية المحترمة الدعم الكبير لاستمرار المدرسة. بدأنا الصف الأول والثاني، ومع الوقت كبرت وأصبحنا كما عليه الآن. من أهم أهداف مدرسة التوحيد الحفاظ على أبنائنا وبناتنا تصديقا لقول رسول الرحمة والإنسانية عليه وآله السلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وكذلك قول القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العلي العظيم. فالحفاظ على الأبناء يتم عن طريق التربية والتعليم منذ النشأة الأولى وبطريقة سليمة وواضحة، بحيث يسهم الطلاب في بناء مجتمعهم بحرص وإخلاص. ولا يمكن أن تحقق هذه التربية إلا من خلال عمل مؤسساتي ومعترف به حكوميا. في النهاية أود أن أنتهز الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل والامتنان الوافر لكل من ساهم وشارك في استمرارية هذه المدرسة، وأرجو من الله أن يوفقنا للعمل على جعل مدرسة التوحيد العربية مدرسة نموذجية يشار إلى كل من تخرج منها على مستوى عال من المعرفة باللغة العربية وعلوم القرآن الكريم. والسلام عليكم. أخوكم عزة محمد أبو جعفر، مدير جمعية أهل البيت في اسكتلندا. My name is Zainab Al-Ani. And my name is Noor Al-Hasso. I've really enjoyed these 8 years in Arabic school, haven't you, Noor? I really enjoyed them, and especially the teachers who helped us with all these years. I'd love to say thank you to them for all their help throughout these years, because I've learned a lot and it's been really helpful learning a second language. Okay, so you might think it's hard coming every Saturday and like you don't really hardly have any weekends, but it's actually worth it because you're learning a language and it's going to help you in the future, like when you're looking for a job. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نحب نتكلم عن المدرسة العربية، مدرسة التوحيد العربية. الحقيقة المدرسة التوحيد العربية هي من أوائل المدارس اللي تعلم اللغة العربية في غلاسكو. تأسست سنة 1991. الحقيقة تأسست بجهود الخيرين من أبناء الجالية العربية اللي مقيمين في غلاسكو، وهي أحد نشاطات والنشاطات الاجتماعية لجمعية أهل البيت. الهدف من المدرسة هو لتعليم أبناء الجالية اللغة العربية وتعليم الدين الإسلامي الحنيف لكي يتواصلوا أبناء الجالية مع بلدانهم. تواكب على المدرسة عدة مدراء خيرين، والمدرسة الحمد لله في تطور مستمر. استلمنا المدرسة قبل 5 سنوات كان بها 75 طالب، الحمد لله اليوم عندنا 120 طالب. هذا جهود المدرسات الخيرات، جمعية أهل البيت، المدير الجمعية، الكل يساهمون في تطور هذه الجمعية. الحقيقة أنا أدعو جميع الأهالي من الجالية العربية المقيمين في غلاسكو الانضمام للمدرسة لتعليم أبنائهم، لأنه خيار العيش في هذا البلد بالنسبة لأولادنا إحنا اللي اخترناه، مو هم اللي اختاروا. فأدعوهم أن ينضموا لمدرسة التوحيد العربية لأنه قدمت الكثير وخرجت، لأن تعرفون من سنة 1991 هذا اعتبار جيل كامل انتقل وتتعلم اللغة العربية. وشكرا. عبود الحمداني، مدير مدرسة التوحيد. My name is Sam Al-Shamini. And my name is Ahmed Al-Atabi.
We'd like to start by saying that we really love coming to this school, and we've loved all the teachers that have took their time off and taught us Arabic. I feel that I've become stronger learning the Arabic language because I didn't used to know as much knowledge as I know now. And I think that everyone should continue with it if they're still in this school, because it's really a good chance to take with you in the future. And it's also really helpful to know more than one language, because that will help you in your, not only in your studies, but if you want to have a job in particular countries. When I first came to the school, I thought it was a waste of time learning Arabic, but now I grew up and I understood the qualities of learning. Learning two languages will help you on future and getting into to university and different jobs. So we'd like to tell the parents whose children don't come to Arabic school, I think they should come. It's really helpful. Teachers are really nice, and it's only like a Saturday you're getting off. It's only one day in a week that you're learning, and it's really helpful. You get to learn about like other people, and you meet new people, and it's a really good way to communicate with other people. مدرسة التوحيد العربية في غلاسكو تأسست سنة 1991 وكانت عبارة عن مرحلتين فقط، الأولى والثانية، وكان عدد طلابها 20 طالب تقريبا، وهم الآن أمهات وآباء، منهم الأطباء والمهندسين والمعلمين. نعم، إنها وأقصد المدرسة العربية هي التعاون المستمر بين المدرسة والبيت، وهذا هو المهم وخاصة في بلاد المهجر. شيء يدعو إلى الفخر والاعتزاز بطلابنا المواظبين على عدم ترك المدرسة والاستمرار بها لتعلم اللغة الأم قراءة وكتابة وقواعد، وكذلك قراءة كتاب الله تعالى المنزل على رسوله الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتعلم أحكامه. ولذلك نشكر كل الجهود المضنية للوالدين والمعلمين والإدارة لخدمة أولادنا وتطور مستوياتهم على مر السنين، وهذا هو أكيد هو ثمرة تعاون كبير بين البيت والمدرسة. دمتم على هذا الطريق والدرب المنير للتقدم ورفعة مستوى تعلم أولادنا اللغة العربية الجميلة. والله ولي التوفيق. المعلمة إيمان هادي. I really would like other people who aren't part of the school to join, because it'd be really helpful to have a second language, because it can always help in the future, even though you may not think of it just right now. I also think the same, plus it'll help make new friends, and it'll help with like translating things for the people who aren't able to speak another language that they need to talk to people for. So I would like to thank all my teachers for helping me. When I started, I hardly used to read properly, and now I can speak better and improved my reading and writing, and yeah, that's really helpful. Same with me, and I want to thank all the teachers because they've helped me a lot, and like sometimes like I find it hard to concentrate, like teachers will help me. I think you should bring the kids to school, because even though you obviously it will be take quite a long time to go through the whole school and get to the level that we're at, but you just need to try as hard as you can and don't give up, like I've said before. And for children who are already in the school, they should try to stay, because it's a commitment and you don't want to give up on something that you've started, because if you start something you should always try and finish it, and you don't want to let your teachers down or your parents down, because they've been wanting you and supporting you throughout your journey in this school. As Zainab said, it's really a good idea to carry on with this school for the children starting it, and it'll help
as I said before, it'll help with futures and like applying for universities, even though you might not think about it, but it still helps.